وعلشان كده بقى اديتي له كل حاجه علشان تيمور ده يتحكم فينا. بلاش عبط، ده انا اديت له مراد خازوق هيطلع من عينه. مش فاهم. اقول لك انا، ابوكي بقى كان عايز يكتب كل حاجه لمراد بالعند فيا عشان مش طايل مني حاجه، لكن لما اسيب له كل حاجه بقى هيعاند في مين؟ ساعتها بقى هيرجع في كلامه، وقتها بقى هيبقى عندي وقت أأمن لكم مستقبلكم. وانا عماله اقول من الصبح انا جايبه الذكاء ده منين وطالعه ذكيه لمين؟ اتريني طالعه لك انتي يا ست الكل. طب قولي لي يا ست ذكيه، وديتي كيسين البودره ازاي لعم لطفي؟ ضحكت على الواد مصطفى، حطيت الكيسين في شويه هدوم من بتوعي واديتهم له، قلت لهم يشيلهم في مكان بعيد في شنطه كده عشان محدش يشوفهم، اصلهم فيهم حاجات عيب. يا مصيبتي، وفريدي مصطفى هو يستجري يفتحهم؟ ده مصطفى ده بيتكسف حتى من خيله. اتفضل، دول كل اللي حلتي بقى، دول تمن انقاذ الحياه مراتك. عموما انا مش هدقق معاك. الحمد لله فاتوا وبقت كويسه، بس بتسال على واحد اسمه عبدو. انا عبدو. طب يا عبدو، تقدر تاخد مراتك دلوقتي وتروح وتجيب لها العلاج اللي انا كتبته لها؟ لا ارجوك يا دكتور سيبها تنام للصبح. يا كريمه، انت مش عايزه تباتي في بيتك الليله دي ولا ايه؟ تحت امرك يا دكتور. خلاص نزلوها ووصلوها لغايه العربيه وخلوها تروح. انا قلت بات هنا احسن. عبده، بس في الحاله دي بقى انت هتضطر تدفع مصاريف البيات ومصاريف العلاج ومصاريف الرعايه الكريمه. ادفع بس اطمن، عن اذنكم. حظك بقى يا كريمه، مش هتباتي في بيتك الليله دي. حقيقي هارد لك. الشغل أهم. أيوة، بس الشغل اللي ما يجيبش هم وقلته أحسن. شفتي بقى أنا طلعت من الفلوس بكل بساطة إزاي؟ شغل يا ماما شغل. على فكرة سيد التمرجي مش موجود، هتخليني أبات لوحدي؟ يا سلام، هدي أول مرة. لا، كل مرة في ستات بيونسوني، لكن المرة دي أنا وهو لوحدنا. هخاف. أخاف؟ خلاص في أمر لله، حبات هنا بس بيزود المصاريف شوية. أيوة كده. أخاف؟ يلا نبات، أهو كل مصلحة. الست المثقفة جت أهي، عارفة كانت فين؟ اللي هي تنفع. بس يا بيت مساء الخير. مساء النور يا نعمان. كنت فين يا بنت غطسانه لغايه دلوقتي؟ كانت بتذاكر عند سعاد بنت الحاج سيد، استاذنت مني. استاذنت منك؟ خلاص براء. شوفي البيت ولا عبرتني. ده بقول لك خش دخلي الكتب بتاعتك وتعالي عشان عايزين نتعشى مع بعض. لا متشكره، الحاج سيد ما رضيش ان انزل الا لما اتعشى. يا سلام يا سلام، اديله زود. يا بابا انا تعبت بقى، نفسي اعرف اذاكر جوه في اوضتي،
على الاقل ايام الامتحانات بس. جرى ايه يا ست الافوكاتو؟ احنا بقى مش هنخلص من سيره الامتحانات دي. هاني تنعمه، انا لسه لي ماده ونعمات لسه لي مادتين بس. عايز اقول لكم حاجه، بعد ما تخلصوا عايزين نقعد كده مع بعضينا قعده مزاج، وكل واحد بقى يشوف ايه بقى اللي ليه بقى وايه اللي عليه. ماشي، مفيش مانع يابا، بعد بكره ان شاء الله. لا، نأجل الموضوع لما الست المحامية بتاعتنا تخلص. ملحوة. بص بقولك ايه، اليوم ده بالذات انا مش عايزك تروح الكلية لوحدك. ما روحش لوحدي ليه يابا؟ وانا عيل صغير يا ابني. ما تتعبش قلبي بقى امه، انت ممكن تتخطف مني كده في لحظة. هتخطف ايه؟ تخاف عليا؟ انا بقيتش عيل صغير يا ابني. بلاش غلبة بقى وطولة لسان، اسمع الكلام اللي بقولك عليه. انت تاخد الواد منه معاك، وبعدين تاخده تاكس رايح جاي من الباب للباب، وهو منه فيه. هي ايه الحكايه بالظبط؟ ابويا خايف عليا لتجار المخدرات يقتلوني بعد ما بلغت عنه. يا لهوي، هي حصلت؟ اصل صاحب البضاعه دي راجل كبير قوي، وبعدين البضاعه دي بملايين، مش هيشفي غليله الا لما نشوف دمك سايح. دلوقتي يا بنتي اللي نزلك وخلاك سيبتي جوزك؟ ما اعرفش، قلقت عليك وظني طلع في محله. مالك؟ مش عارف فجأة بنتي كل حساباتي اتلخبطت، وكأن النهاردة كان يوم نحسي. ما تقولش كده يا بابي، مادام انت بخير كل حاجة هتعدي بسلامة. سلامة؟ هتفيد بيه السلامة يا بنتي على السمعة السيئة؟ محدش يقدر يقول عليك حاجة يا بابي. ألو يا بنتي، ألو. مشكلة كبيرة ان انا مش قادر ارد عليهم. طب ارتاح انت وانا هروح اعمل لك حاجة تشربها. لا، تتعبيش نفسك يا سامية، معدتي مش قابلة اي حاجة، مع العلم انا خدت مهدئات كتير بس مفيش فايدة. طب اهدى يا حبيبي وفكر من غير عصبية. افكر؟ عارفة يا سامي يا بنتي، عارفة المفروض اعمل ايه عشان ارد على الاشاعات بتاعتهم؟ كان لازم انزل بحملة دعاية كبيرة، كان لازم اتبرع بمبالغ رهيبة للجمعيات الخيرية عشان يعرفوا ان انا انسان لسه نضيف. والله فكرة هايلة يا بابي. صح، انا عارف انها فكرة هايلة، بس تتنفذ ازاي يا بنتي؟ العين بصيرة والايد قصيرة. انا هقول لك، انت بنتي مش هكسف منك. انا موقفي المالي صعب جدا، فلوس كلها في السوق يا سامي. اجيب لك كل اللي انت عايزه من ثروت يا بابي. لا يا بنتي، انت تقبليها على ابوكي؟ تقبلي ان ابوكي يمد ايده لواحد زي ثروت؟ ازاي يا بنتي؟ ازاي؟ انت شكلك ايه هيبقى قدام جوزك؟ لا 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 لا، انا كرامتك عندي اهم من سمعتي بكتير. طب خلاص يا بابي، يبقى نستنى نهايه التحقيقات وثبوت براءه الشركه. المتهمات القضيه هتتحفظ صحيح، بس اصابع الاتهام هتفضل محوطاني من كل ناحيه. ومنام يا سامية، ومنام يا بنتي، ما تتعبيش نفسك انت، وانا ان شاء الله هوصل لحل. حاضر يا بابي. على فكرة يا بابي،
مدام انعام عزبك معانا بكره، عاوزه عريس صفاء يعرف هيناسب مين. صفاء خسارة، ألف مليون خسارة. مش كان خالد أخوكي أولى بيها؟ معاك يا شمولتي، ده اسم الدلع بتاعك. ما أنا حبيت أدلعك ما لقيتش اسم أحلى من اسمك. شامل، أقولك حاجة، أنت بجد شامل. من يوم ما عرفتك وانت شاملني بكل حواسي. طب قولي لي يا روحي، انا ادلعك اقول لك ايه يا صفاء؟ يا حبيبتي اذا كان اسمك اساسا كله دلع وبيدل على الصفاء والنقاء. الو؟ لا يا روحي لا، انا معاكي سامع كويس. انا بس يا حبيبتي مرهق شويه وتعبان. شوف الساعة كام وانا لسه لغاية دلوقتي شغال في العيادة. حبيبتي ما انا لازم اتعب عشان اامن مستقبلي ومستقبلك. ما انت عارف ان بابا مأمن لي مستقبلي. اه طبعا، مش انا شريكة في مصنع بابا. انا اصلا لو حاولت بس اطالب بالارباح هيطلع لي الوف كتيرة قوي، هتتعب من عدها. لا 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 يا صفاء، انت كده بتزعليني بجد، بتزعليني يعني. أرجوكي ما تجيبيش سيرة فلوسك قصادي خالص. وعلى فكرة أنا هشترط ده على مامتك، يعني عشان لو حصل أي مشاكل بينك وبين إخواتك ما تقحمينيش في الحكاية دي. يا صفاء يا حبيبتي، يعني دي حاجات بينك وبين إخواتك، وفهميني يعني إذا كان الكلام ده عاجبك ولا لأ، لأن بصراحة يعني ده شرطي. آه ما تدخلينيش في المشاكل العائلية دي، خصوصا مشاكل الفلوس. ويعني لو الكلام ده مش عاجبك قولي لي من دلوقتي عشان ما اجيش بكره. معلش معلش يا صفاء يا حبيبتي، انا الحقيقه كرامتي اغلى عليا من حبي. اه والاول شرط اخر امور. خلاص بقى ما تبقاش غلس. هو احنا بعد كده مش هنتجوز وهيبقى لنا حياتنا الخاصه؟ يعني اللي يهمك يهمني واللي يهمني يهمك. خلاص بقى ما تزعلش. المهم ما تنساش بكره ميعادنا على الغدا، بس انا عايزاك تاخد بالك من ثروت. لا هو بس عايش في دور بابا حبتين. لا طبعا مش لدرجه انك تقول له يا عم. كلميني صفاء. ده شامل يا ماما. ثانيه واحده. الو. طيب يا شامل تصبح على خير بقى، مع السلامه. انت عارفه الساعه كام دلوقتي؟ تصوري يا ماما، وشامل لغايه دلوقتي مروحش لسه في العياده. والله حاجه كويسه قوي، واحد بيحب شغله. صدقيني يا ماما لما تعرفي شامل هتلاقيه كله مميزات. ما هو ده اللي قلقني، عرفتي كل المميزات دي فين مع ان عيني ما بتوربش عنك لحظه؟ يا ماما انا اعرف شامل من قبل ما حضرتك تسيبينا وتنزلي الشغل، بس ما تقلقيش عليا، انا عارفه افكر كويس. واحنا صغيرين دايما بنفتكر نفسنا بنفكر كويس قوي، لكن لما بنكبر القدر بيلغي احكام العقل كلها. ما هو مادام قدر وملناش يد فيه يبقى حرام نحاسب نفسنا عليه. احنا نحاسب نفسنا بس على اختيارنا، وانا اخترت شامل بكامل ارادتي. مساء الفل يا هندسة. مساء الفل يا ابو، ازيك؟ الحمد لله. ايه يا ابني؟ هما يخشوا يناموا زي الفراخ وانت قاعد لي لوحدك هنا كده سرحان، مالك فيه؟ اه بصراحة في يعني موضوع كده شغلني كنت عاوز اكلمك فيه. قول يا ابني قول. ولا ده احنا قاعدين بنتسلى؟ يعني هتسمعني بقلبك ولا؟ يا مراد يا ابني ما تقطرنيش اتكلم بقى. بس بصراحة
في يعني بنوتة حلوة كده وعجباني وبحبها. لا الحلاوة دي ايه الجمال. لا 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 مش مصدقك يا عمي. يا عمي يلا طالع لبس زي ابوك. تبقى مين دي؟ دي زميلتي في الكلية يعني. اه طب يلا يلا يا حبيبي وانا مستعدة اروح اخطبالك. ماشي يابا كتر خيرك. بس في حاجة كده يعني اصلها يعني بنت ايه من طبقة فوق قوي 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 يعني مش من مستوانا يعني. هي قصدي غنية يعني؟ غنية ومن عيلة كبيرة وحيلة ابوها وامها. ايه دي بنت مين دي يعني؟ دي ساكنة فين دي؟ دي ساكنة في الزمالك ابو. زمالك يا ابني يا حبيبي. الزمالك بعيدة قوي عن المناصرة. يسكت يا مراد ده الطريق زحمة والمواصلات وتطلع الكباري وتنزل الكباري. يا زمن يا ابني. ايوه يابا بس هي البنت عارفة عني كل حاجة وراضية وامها راضية. المشكلة بس في ابوها. ايه ابوها مش راضي؟ ما شوف هقول لك حاجة يا مراد. هو دايما البنت قريبة من امها تقعد معاها وتسمعها وتكلمها. لكن الاب موضوع تاني. الاب دايما يفكر المصلحة فين. لا يابا ما تاخذنيش يعني. انا ما جربتش نصايح الام عشان احكم. يا مراد بسيطة ما تعملهاش مشكلة. امك عندك اهي. روح قول لها واسمعها. وبعدين اقول لك على حاجة. احنا اقرب لمصر الجديد. ماشي. لكن الطريق بقى من مصر الجديدة للزمالك يا هتلاقيه جميل ومسافلت. يابا انا عايزك انت تقف جنبي. لان حقي معاك انت مش مع اولاد هاشم. يو بقى يا مراد يا هي فارو عنتزة. يابا انت بس لو تسمع كلامي نبقى احسن منهم كلهم. طب والله العظيم يابا انا في دماغي مشاريع تاكل دهب. خلي مشاريعك لما اموت وتورثني يا اسطى فاروق. الاعمار بيد الله. طب انا هقول لك بقى على مشروع ممكن انا وهبه نفتح مكتب ديكور بعلاقاتي وعلاقتها ومعارف ابوها وامها. هنعيش احسن عيشة. يا مراد يا مراد ازاي يا ابني يا حبيبي؟ مكتب ديكور صغير يخليك انك انت تعيش في نعيم ده؟ فاهمها لي دي يا ابن فاروق. بتعبنا يابا بعرقنا وشقانا. بص يا ابني اسر انا هقول لك على حاجة مهمة قوي. دلوقتي اليغمة اللي امك عايشة فيها دي انت لازم تهبش لك منها عبشة. لا يابا الموت اهون عندي. يا ابني اسمعني يا ابني. الموت هنا اقرب لك من اي حاجة. يا اما من تجار المخدرات يا اما من الفقر والحسرة. وبعدين يا مراد كل حاجة هتروح منك حتى البت دي اللي انت بتحبها. دلوقتي خلاص انا قلت لك كل حاجة وعقلك في راسك تعرف خلاصك. تصبح على خير. تمنى اهلا ابا. دي حاجة رايحة مني. مشفتهاش انت؟ حاجتي يابا تذكرة بتاعتي. تصبح على خير. البيت ده غريب جدا. مفيش حاجة بتقعد تفضل فيه خالص. والله ما انت فاهم حاجة يا استاذ فاروق. ما انتش عارف انا بقيت بالنسبة لهم ايه. بقيت بالنسبة لهم غريب عدو. وهم بقوا بالنسبة لي الذل والمرار. انا مش عاوزك تتدخل نهائي في اي كلام نقوله انا وثروت. امال انا هخطب صفاء ازاي يا بابا؟ انت هتكون معانا وبس. لا هتخطب ولا هتتنين. كل اللي انا طالبه منك ان انت تعمل انعام هانم وصفاء بمنتهى الرقه. لا دي بسيطه يا بابا. بس المشكله دلوقتي انا هخطب صفاء ازاي
وهم عارفين ان انا هخطب هبه. هبه دي تنساها خالص يا بابا. انا بحب هبه وهي بتحب واحد تاني، يبقى ليه يا ابني تفين كرامتك وتبص لها بس؟ خلاص يا بابا، صفاء بتحب واحد تاني والمفروض ان هي تتخطب له النهارده. لا، الواحد ده اكيد ولد نصاب، عارف ان صفاء هتقع على ميراث بالملايين، جاي بس عاوز يكوش على الميراث ده. خلاص يا بابا، ننصح صفاء الاول، واول لما تسيب الواد التاني انا اخطبها وكده احافظ على كرامتي. انت تسكت خالص وحسك عينك تتدخل يا خالد في اي موضوع من غير اذني. يا ابني افهم، الفرصة دي مش هتتكرر تاني، جوازك من صفاء عبارة عن مستقبلك كله. خلي بالك وانت بتتكلم مع بابي، الموقف حساس جدا. انا بقول يا اولاد بلاش انا اروح معاكم. ده كلام يا عمي، وجودك معانا النهاردة مهم جدا. يا ثروت يا ابني، لو كان مهم كانت انعام هاني اتصلت بيا واكدت عليا. لا يا عمي، حضرتك كده هتزعلني منك فعلا. انا بنفسي قلت لسيادتك، ايه لازمه اتصال ماما يعني؟ امر الا بقول لك يا سمير، خدي خالد اسبقونا على العربيه عشان عايز اتكلم مع عمي شويه. حاضر، يلا يا خالد. خير يا سمير؟ بصراحه يا عمي، سامية قالت لي النهاردة على حاجة فرحتني جدا، وأنا مش عارف إزاي مفكرتش فيها قبل كده. يكونش موضوع خالد وصفاء؟ الحقيقة ثروت يا ابني، أنا كان نفسي قوي أخطب صفاء لخالد ابني، بس اللي منعني حكاية البنت اللي اسمها هبة اللي كان عاوز يخطبها لي. بس الحمد لله أهو تراجع عنها لما عرف إنها مرتبطة بواحد زميله. أنا ساعتها قلت بس مفيش غير صفاء. بس يا خسارة، أهي صفاء هتتقري فتحتها. لسه يا عمي، لسه مفيش أي حاجة حصلت، وأنا في مكان بابا الله يرحمه، بإمكاني إن أنا أمنع الجوازة دي وأخطبها لخالد بين النهاردة. مسألة مش بالبساطة ليه يا ثروت؟ تنساش إن صفاء أختك دكتورة بلغة سن الرشد، ما هياش طفلة قاصر يعني. خلاص يا عمي، دبرني أنت. أخوكي ده ما عندوش ذوق، مش عامل اعتبار لحد. معلش يا ماما، هو يمكن تأخر شوية بس أكيد جاي. كل ده في السكة؟ المفروض يكون هنا من ساعة. يظهر حضرتك إن أنا بقى اللي جيت بدري. لا يا حبيبي أبدا، أنت مواعيدك مظبوطة. يبقى أنا اللي إحساسي بالوقت تقيل قوي. أنا سامع صوت عربية أكيد جوه. حاسس ان ماما عصبية شوية. معلش، هي كده من يوم ما مات بابا. يمكن بقى احساسها الكبير بالمسؤولية. بالظبط كده، مش عايزاك تزعل منها، احاول تعذرها في تصرفاتها. انا عشان خاطرك استحمل اي حاجة في الدنيا. اهلا 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 ازيك يا ماما؟ يا ثروت ازيك يا حبيبي؟ ايه اتاخرت كده ليه؟ عشان من هنا من بس صمم اني لازم اجي معاها. يا خبر، اهلا وسهلا بحضرتك. القعده من غيرك ما تبقاش قاعده والله. اتفضلوا. اهلا وسهلا. يلا يا خالد. يا خالد مش فاهم، بيقعد بره ينام. اهلا يا خالد، ازيك؟ اهلا. ايه الشياكه دي كلها؟ انا اللي نقيتها له. اتفضل يا جماعه، اتفضل. اهلا اهلا وسهلا دكتوره. اهلا يا مساء الخير. اهلا وسهلا. ازيك؟ اتفضل يا خالد. اهلا وسهلا. اعرفكم بعد، دكتور شامل عمي رضوان بيه، يبقى حما اخويا ثروت، وساميه تبقى مراته، وخالد يبقى اخو ساميه. اهلا وسهلا. اهلا بيك رضوان بيه. وحضرتك الدكتور اخصائي ولا لسه صغنن ممارس عام؟ حضرتك انا معايا 2 دبلومه في امراض النساء، وعندي عياده مشهوره. امال ما سمعناش عنك ليه؟ اكيد لسه فاتحها جديد. يظهر حضرتك ما خدتيش بالك من كلامي، انا قلت عياده مشهوره، ما قلتش ان انا دكتور مشهور. اصل الحقيقه العياده دي كانت بتاع دكتور كبير، وانا اشتريتها بعد وفاته، وقدرت احافظ على زباينه لغايه لما بقوا زبايني.
انا بقول برضو يعني واحد في سنك مش ممكن يبقى مشهور بالشكل ده. انا عارف ان انا نكرة اذا حبيتي تقيسي شهرتي بشهرة والدك رضوان بيه. عموما انت لسه صغير والمستقبل قدامك، بس هنصحك نصيحة، احذر اعدائك. رضوان بيه، انا طول عمري بنتصر على اعدائي لان صح. ايه يا جماعة، انتوا دخلتوا في مواضيع تانية خالص، حاجات في علم الغيب. الدكتور مش عايز يدينا فرصة نرحب بيه. ادوني انا فرصة بقى اقدم للدكتور ابني ثروت، مدير عام مصنع المرحوم هاشم. انا اسف يا ثروت بيه، يعني كان لازم ارحب بيك لاول وهلة واعرفك، بس الحقيقة معلش اعذرني، الوجوه الجديدة كتير عليا. ولا يهمك يا دكتور، اهلا وسهلا بيك. الحقيقة أنا صفاء كلمتني كتير قوي عنك وعن تحملك لمسؤولية الأسرة بعد وفاة الوالد، عشان كده أنا معجب بيك جدا. واجبي بقى أعمل إيه؟ وأعتقد مفيش حد يقدر يتنصل من مسؤولياته، ولا إيه؟ الرجالة بس يا ثروت بيه هم اللي عندهم القدرة على تحمل المسؤولية. واضح إن حضرتك ذكي جدا. سوري أنا عندي شوية برد. انا اسف يا رضوان بيه، ده مش تخصصي. عموما يا دكتور في حاجات كتيره قوي لازم نتكلم فيها الاول قبل ما اديك رضي. قوي تحب نتكلم دلوقتي؟ لا لا دلوقتي ايه، احنا دلوقتي هنتغدى. يلا صفاء عشان تساعدي. حاضر، شكرا، اذنك. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. عجبك اللي حصل ده يا ماما؟ واضح ان اخوكي جاي متبرمج. بالظبط كده، انا مش فاهمه ليه حضرتك اصلا عزمتيهم. انا ما عزمتش حد، بس عموما الراجل ملوش مصلحه، اكيد رايه هيبقى نزيه. نزيه؟ هو حضرتك مستنيه رايه؟ انت لسه ما وافقتيش على شامل؟ ده انا البنات كلها بتحسدني عليه. بس انا بصراحه ربنا قلبي مش مرتاح له. مش مرتاح لشامل؟ في حد في الدنيا هيقلق من شامل؟ ليه؟ ده ابن ناس ومن عيله وذكي وغني وكل حاجه، عايزه ايه تاني عشان تطمني؟ عايزه الامان لبنتي. وبعدين عايزه اقولك على حاجه يا صفاء، الصفات الجميله دي كلها ممكن تتقلب فجاه لكارثه. تتقلب لكارثه ليه اذا كان شامل بيحبني؟ بس انا مش مطمنه له. بس صدقي بقى، لو كان ابوكي عايش يمكن كنت اطمنت. طب انا دلوقتي اجيب بابا منين علشان حضرتك تطمني؟ بقولك ايه، هاتي الحاجات اللي هناك دي يلا. يعني كلمتيها عني بصراحة؟ ايوه، ومتعاطفة معاك جدا، وخصوصا بعد ما عرفت ان انت عندك معرض وورشة، وبتروح مش هحتاج الوظيفة بعد التخرج ولا حاجة، لان مستقبله هيبقى كويس جدا. طيب وباباكي رأيه ايه؟ بص بقى، بصراحة انا اتكسفت اكلمه، بس انا خليت ماما تكلمه ما تقلقش. وخلي بالك دلوقتي خالد متقدم لي رسمي، وبرضه الطلب بتاعك هيبقى قدام الطلب بتاعه في كفة الميزان. ايه الطلب بتاعي؟ تدبسين ولا ايه؟ وانا ليا طلبات؟ ايه ده؟ هو انت مش قلت انت هتتقدم لي بعد ما نتخرج؟ انت رجعت في كلامك؟ لا ما رجعتش، هيحصل فعلا، بس يعني ممكن يجد في ظروف ظروف كده. يا مراد. طيب اوكي اوكي يا مراد، ما تجيش ورايا. رايحه فين يا مجنون؟ همشي، هروح اطلب ايدك من الاستاذ فاروق، وبالمره كده نقي العفش. يا حبيبتي عفش بيتك انا هعمله كله بايديا. كله؟ يبقى احنا مش هنتجوز السنه دي خالص. الأكل طعم قوي. هلا والشفا. الحمد لله. ايه رضوان بيه، ما اكلتش حضرتك؟ انا اصلي انا عامها ان معدتي تعبانه قوي من دول. يبقى حضرتك متوتر عصبيا يا عم. ما يا دكتوره، من الاحداث اللي بتحصل حوالين البني ادم اليومين دول ومن كل ناحيه تخلي البني ادم يتوتر غصب عنه. فعلا عندك حق. طب خدوا راحتكم يا جماعه، ثروت بعد ما تخلصوا فرج الدكتور شامل والجماعه الفيلا. ها اتفضل. اتفضلي. تقريبا خلصنا الحمد لله. تقريبا خلصت. اتفضل. اتفضل حضرتك. والله الحقيقه قلبي معاك في حمله التشهير اللي حصلت، بس انا طبعا متاكده انك هتتجاوز المحنه دي. الكارثه بقى يا عم هانم ان انا ماليش ذنب في اي حاجه بتحصل،
ده انا حتى بقالي فتره طويله ما بروحش شركتي. لا بس ده غلط انك تسيب اداره الشركه للموظفين. هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ده ما تصوريش سعادتك ان عندي التزامات كتير لازم اعملها. يعني مثلا انا بنزل كتير في الحي افتتح مشاريع بتاعت ناس بتعملها في الحي، كمان لازم اقدم خدمات كتير لاهل الحي. ما هي دي حاجات ضروريه علشان اكون صوره مشرفه لعضويه مجلس الشعب. اكيد يا فندم، واكيد خصومك كمان انتهزوا الفرصه وشهروا بيك ونجحوا. نجحوا يا عم هانم لدرجه ان انا بفكر في العدول عن ترشيح نفسي. انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه الحقيقه. ده مش كده وبس، ده انا بفكر كمان ان انا اقفل شركه الاستيراد والتصدير بتاعتي. يا خبر؟ لا يا رضوان بيه، انا مش معاك في كده خالص. هعمل ايه يا نعم هانم؟ صعب قوي ان انا اشتغل بحريه والعين عليا فيها شك. بس اي تراجع من حضرتك هياكد الاشاعات، وده شيء مرضهوش ليك ابدا. هو الحقيقه كان عندي فكره بس هي محتاجه موافقه سعادتك. أكيد خاصة بالمصنع. تفضل. أنا يعني بفكر إن أنا أسخر شركتي في خدمة المصنع، بمعنى إن أنا أشتغل في استيراد وتصدير الموبيليا. أنا إنعام هانم ليه أصدقاء كتير في الدول العربية وحيساعدوني في المجال ده، ومش كده وبس، ده كمان حيساعدوني إن أنا أعمل معارض لموبيليا هاشم عندهم هناك وأصدر لهم إنتاج المصنع، وفي نفس الوقت هستورد من إيطاليا وأسبانيا أحدث تصميمات للموبيليا ننفذها في المصنع عندكم ونرجع نصدرها تاني برا. تاني كده إنتاج المصنع هيزيد وأرباحه كمان هتزيد. الله، والله دي فكرة هيلة جدا. معنى كده إن اسم هاشم هيكبر وهيبقى ماركة عالمية. بالظبط يا هاني، بس زي ما قلت ساعتك هي محتاجة موافقتك. يا ترى انت موافقة؟ أكيد طبعا موافقة، وخصوصا إن ده كان حلم المرحوم هاشم، كده يبقى حلمه اتحقق. خلاص أنا شوية كده وهعمل كام سفرية وأخد معايا شوية كتالوجات، وأول ما أرجع نبدأ التنفيذ على طول. مشيئة الله. نرجع بقى لموضوعنا اللي كنا عاوزين نتكلم فيه. إيه رأيك في الدكتور شامل عريس لبنتي؟ هو أنا كان نفسي قوي يا نعم هانم إن أخد ولادك لولادي، لأن بصراحة أنتوا نسب يشرف. مرسي قوي يا رضوان بيه، ده أنتوا اللي نسب يشرف، بس الحقيقة خالد أصغر من صفاء. لا والأهم من كده، خلاص صفاء قالت موافقتها، وإحنا ما فيش قدامنا دلوقتي غير إننا نقول لهم مبروك وربنا يسعدهم. يعني حضرتك شايف إن أنا وافق على شامل؟ وافي وافي يا هانم، واطمني أنا هاخد عليه الضمانات اللي تضمن حقوق بنتك. ده عشمي فيك يا رضوان بيه. يا نعم هانم، ولادك زي ولادي بالظبط، ومصلحتنا واحدة، وإن شاء الله أنا هبقى أب صفاء. متشكرة قوي يا رضوان بيه. آمن. يا عم إيه؟ انت كنت فين يا عم؟ انت عايز تفدي من الشغله الجديده اللي ابوك شغلهاني؟ ليه يا عم، ايه اللي حصل؟ ابوك شغلني الحرس الخصوصي بتاعك. تقدر تقول لي بقى كنت فين من الصبح لحد دلوقتي؟ يا عم ابويا ده عايش في احلام السيمه، بيتقال ان عصابه المخدرات دي هيهجموا عليا بالرشاشات عشان يخطفوني وياخدوا فيها فدي. وفي كده انا ماليش دعوه بالمواضيع دي كلها، انا بنفذ امره. على فكره ابوك زودني 10 جنيه بدل طبيعه عمل. قول كده بقى، يعني انت بتعمل مصلحه على قفايا؟ أنا ماليش دعوة بالموضوع ده كله. تقدر تقولي كنت فين عشان نحلل القرشين اللي أبوك زودهم لي؟ كنت في ميعاد غرامي مع هبة، وما كانش ممكن أخدك معايا. وست كل هبة دي بقى مش هنتعرف عليها، ولا أنت خايف تطلع هبة دي مش اللي هي؟ مش اللي هي؟ ده يا منس، ده أنا بتهيألي إن مفيش أحلى من هبة دي في الدنيا كلها. بس عارف ساعات كتير قوي بحس إن أنا بضحك عليها وبضحك على نفسي، عشان أنا بظروفي دي يعني مش ممكن اتجوز واحده زيها. الله الله الله، دي الحكايه دي عايزه روقه. ولا سعيد نعملنا استمن، حضر لي حجر شيش على الروقان كده، ها، وجهز لي قلبه وشويتين شاي لاخوك مرمر. هوا
وناوي تكمل معاها بقى ولا لا؟ ما اكذبش عليك يا من، انا فعلا بحبها، ما اقدرش استغنى عنها ابدا، بس انا عارف الظروف، عشان كده نفسي ان ابوها يرفضني بدل ما الرفض يجي مني او منها. ده انت كده محتاج حاجات سريعه، دعوه، دعوه ان ربنا يكرمهم بمصيبه ويطلعوا فقراء زي الاول، وانت ربنا يكرمك يا رب. يا رب خد من قلبي وسر. نجار، نجار يا اميره، عايز بنتك تسيب ابن رضوان بيه وتروح تتجوز ابن نجار؟ بتحبه؟ افندم نعم، سمعيني تاني كده. بتحبه يا حبيبي؟ يا اميره انت جرى عليك حاجه النهارده، انا اول مره بسمعك تقولي كلام غريب كانك مقتنعه بيه. اه مقتنعه بيه، ما اديتنيش فرصه اقول لك مين مراد. يا سلام، يا ريت تقولي لي مين مراد، مين عارف يمكن يطلع مراد ده قائد المماليك. من غير تريقه، هو حقيقه ابو نجار، بس عنده معرض موبيليا وعنده ورشه، وما تنساش انه مهندس ديكور، يعني مستقبله مضمون. يا اميره فوق نفسك بقى، دي بنتنا الوحيده مستقبلها امانه بين ايدينا. انا سعاده بنتي عندي بالدنيا. اقول لك ايه بس، خليها تبلغه ان انا مستنيه في مكتبي عشان اشوفه واتكلم معاه. أحسنت سمعتي بودنك. ربنا يخليك لي يا ماما. أنا خايفة يا بنتي ما كنتش بساعدك أكون بجني عليك. لا يا ماما، أنت هتجني عليا فعلا لو حرمتوني منه. أنت ما تعرفيش مراد في قد إيه كل حاجة تتحب. أنا ماليش دعوة لو أبوك رفضه. لا يا ماما عشان خاطري، أنت تقدري تأثري عليه. ما ترفضهوش، يعني ممكن تأجله سنة اتنين، بس رفض لا والنبي. أنت كده بتحبيه؟ أوي يا ماما. بس هو بقى بيحبني أكتر. يا بنتي والله كبرتي وبقيتي بتحبي وتتحبي، ربنا يساعدك يا حبيبتي. يا عماد انا عارف اخبارك اللي زي الزفت من غير ما تقولها يا اخي، يعني ترحمني وترحم اعصابي. اي مع السلامه. خش. خير يا عمي، مشاكل ولا ايه؟ لا يا ابني، دي مشاكل العمل العاديه، خلينا احنا في المهم. اللي هو ايه بالظبط؟ الولد عليه صحتك اللي طلع لنا من تحت الارض ده. بصراحه يا عمي انا ما قدرتش اكون راي عنه في القعده اللي قعدناها معايا دي، ساعات حسيت انه مثقف ولبق، ساعات برضو حسيت كده انه مش عارف. وانت رايك صح يا ثروت يا ابني، الولد ده فعلا ذكي قوي ولبق جدا جدا، وعارف هو عاوز ايه بالظبط، عشان كده يا ابني انت لازم تخاف منه. انا يا عمي انا اخاف من واحد زي ده؟ بابي قصده تاخد بالك منه. عموما يا ابني انا خدت من مامتك تفويض كافي علشان نضمن اي غدر من ناحيته. ايوه قصدي حضرتك بخصوص مؤخر الصداق يعني. لا يا ثروت، مؤخر صداق ايه؟ علشان ما يحاولش يحشر مناخيره في اللي مالوش فيه، يعني مثلا ما يحاولش يتدخل في اداره المصنع. نعم، وهو يستجري؟ ما يستجريش ليه يا ابني؟ تناسي ان اختك ليها خمس المصنع. ايوه بس صفاء عامله لي توكيل، هي وماما وطارق، يعني مفيش اي حد فيهم يقدر يتدخل. انا بصراحه قلقان قوي من الولد ده، عشان كده انا بفكر في طريقه استدرجه بيها واعرف منه نواياه.